still blink in the sunset. You know I never wanna make you upset. How did I become so obsessed? الجو بالزربة شوف شوف والله لا يلا تكون 8 هادي 8 ونص الجو تبدل الجو تبدل بحال الله شهر 10 هادي ولا شهر 11 وراه تا طيب ليا البيتزا يتعشى بها راجلين قال لك كنت سميتو مشى قضى شي شغل ايوا قال لك غنخليها نتعشى بها والحلوه د بنتي غادي نديرها باش ديرها لها في الليل باش زعما تشوف شو البنات البرد الجو تبدل شتي السماكي ولات شتي السماكي دايره جاي واحد الرعده ايوا اللي جات من عند الله مرحبا بها قال وحدك واحد يجلس في دارو الحمد لله اللي جات من عند الله مرحبا بها شتي البنات صورت ليكم بغيت نشارك معكم مشيت نخرج دوك الحوايج ديال سميتو نسد الباب ولقيت الجو تبدل سبحان الله العظيم انتم معايا تشوفوا البيتزا ديالي البنات رجعت ليكم الجو كي داب اليوم بصراحه راه صورت ليكم من فقط بصراحه حتى الفطور ما فطرتش مزيان درت واحد الدانون السوس والشوفان دابا نوري لكم راه جبتهم المغرب صراحه وليت ناكلو هاد الايامات هادي بصراحه كنت ناكلو شي حاجه بصراحه وليت تلوزن وليت نقصت شويه صراحه زوينه البنات بصراحه وبغيت نشارك معكم دارو السوس وانا دابا غندير معكم البيتزا صراحه ملي ما تيكون شارجي ما درتش الخضر صراحه وبنتي ما فاقتش الله فايقه البنات غادي عندي هنايا وقيلا عندي هنايا جلافه مع ما بقى ليا الطحين تنمشي نجيبو صافي غادي ندير جبد الملحه صافي ها هي حتى الدار ديالي صبحات نقيه داكشي باش ما زعما ما درتش جمعتها الغطه ديالي قلت لكم عوضه صافي غادي هنا وحده غادي ندير لكم معكم واحد البيتزا ماشي بحال ديال الزنقه كنت نديرها فلوطي بزاف غتجي شويه غليظه لكم البنات راه جاتني هنايا ها هو زلافه كبيره انا ما بقاليش عرفت راسي راه بقات ليا زلافه بلاصه شي حاجه غادي ندير معكم شويه ديال الملحه الملحه ندير خميره ها هي ونخليها تخمر هذه ما غاديش تجي ندير معكم واحد الحلوه بنتي بغاتها حتى هي دابا هي ما بغات تاكل بنتي تتاكلها في الليل وفي النهار ما تاكلش كتقولش بنتي شتا تاكل في الليل تتاكل الديسير صافي هادشي اللي تتاكل غادي ندير شويه د الزيت البلديه البنات نجي اليوم تبدل كاين الشتا فايده الشتا كلشي زين الشمس زوينه اللي عطانا الله مرحبا بها ها هي درت جوج جوج معالق هذه غادي نديرها بحال ديال تجي بصراحه تيديروها فين كنا خدامين في الاوطيل تيديروها بزاف صافي غادي ندير شويه سنيده تيديروا ليها سنيده درت معلقه صافي صافي غادي نخوطها وندير لها الماء وتشوفوا كي دايره ما غادي تجي شويه جاريه هانتوما معايا البنات انا درتها شتي وين اللي خاصكم تجيها تجيها جاريه ما تجيش قاسحه كما تنديروا ديك الاخرى هذه في الشكله وثاني هذه مازال غنزيد ليها الماء ما غنعلكها ما والو ونخليها تخمر 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 بزاف تجي بحال جوج سوايع ونخليها تخمر وغتشوفوا كيف تجي مازال غادي نزيد ليها شويه الماء باش تجي جاريه شتي غادي شويه جاريه صافي وغادي تشوفوا الطريقه ديالي وغادي نحط معكم واحد الحلوه وثاني بنتي البنات انا درت لها البلاستيك صافي غادي نرجع معكم باش ندير معكم واحد الحلوه صافي هانتوما معايا داكشي اللي حضرت في داري غادي نشاركو معكم البنات غادي ندير واحد الحلوه ديال الجليجه ديال الشكلاط درتها البنات ها هو كاوكاو صايبتو قليت درتو في الفران وحمرتو مزيان وطحنتو ما طحنتوش بزاف شويه غادي ندير معاه ما عندي قليل كاوكاو غادي نزيد معاه البسكوي البنات شوفوا البسكوي طحنتو مزيان البسكوي اللي عندكم وصافي غادي نرونها بالعسل البنات
وغادي ندير سميتو هاد ندير الشكلاط وتشوفوا الطريقه. اي واحد راه يعرفها هبغيت نشاركها معكم، بغيت نشارك معكم اي حاجه عندي في داري نشاركها معكم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وشكرا بزاف. صافي ها انتما غادي ندير العسل غادي نديرها مزيان وتشوفوا الطريقه. راه اي واحد راه تيعرف هاد الطريقه. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي نشارك معكم اللي عندي في داري نشاركوا معكم. راه خمرات ليا سميتها العجينه ديالي فالبنات كي تجي كيشفنش. صافي غادي ديرها بحال هكا هادي خاطره واخا سميتو بنتي في المدرسه مع الكمبيوتر ديالها هانتوما شفنات تجي زوينه. هادي كنت نديرها بزاف تيديروها الناس في الطوطيل ثانيه. غادي ديرها بحال هكا نستمر بهاد الطريقه بهاد الطريقه باش ما نطولش عليكم الفيديو باش ما تسمعوش الصداع. صافي هادي هكا شتي البنات شتي تجي خاطره البنات. هادي مرخيه ماشي بحال هذيك الاولى ما فيها حتى حاجه. غادي نساعد معاها نساعد معاها نساعد معاها غندير شويه الزيت شفت بحال هادي تتباع تتباع عندنا هنا تنبيع تيشروها بالطروفة. هاكا نزيد البنات انا درتها درتها غادي طوال الاخرى درت فيها بحال هكا درت الشوك هكا 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 هكا. غادي نخليها هي البنات تخمر غتجي بحال هاديك ديال الزنقة لي كنشريو الطروفة. صافي غادي ندير بحال هكا ونستمر بهذه الطريقه هذه ونخليها عاوتاني تخمر باش تجيني الطروفه. هاني انا درتها هنايا خاص نديرها في هذاك لي طويل ما عنديش انا لاطا طويله. صافي وانا راه مصايبه هذه راه كنت حضرتها معكم الصلصه مطيشه ها هي ودابا نخليها تخمر البنات مزيان. صافي غتسمعوا صافي غادي نمشي هكا نستمر بهذه الطريقه ونخليها تخمر مزيان. صافي ونرجع معكم باش نديرها. والحلوه ديالي راه مازال تدير تتبرد باش نديرها ثاني الشوط الثاني. البنات ها هي راه الصلصه راه كنت ديما تنوجدها معكم. صافي تنديرها مطيشه وشويه الملحه وشويه ديال الزعتر صافي وشويه زيت البلديه وتندير فيها شويه ديال سنينه ها هي. صافي غادي ندير الفرماج ها هو ما غندير فيها حتى حاجه صراحه. صافي غادي ندير الفرماج بزاف. هذه درت فيها الفرماج شتي البنات هذه باش تشوفوها ها الفرماج راه غندير كسر فيها الفرماج. صافي صافي الحلوه ديالي غادي نديرها باش نصايب الطبقه الاخرى. صافي نعطي الراجل يتعشى ياكل البيتزا ما بغاش ياكل قالك تغديت مزيان. صافي غادي ندير الفرماج كامل البنات وصافي وندخلها وتشوفوا زوينه البنات ما تجربوها. دابا ندير معكم هذيك ديال بحال هذه وندير معكم فيها الملح الغليظه اللي تيعرفوا المغرب ديك الغليظه ونديرها مع ازير تجي زوينه حتى هي. دابا نصايبها حتى هادي تجي زوين غتجي غليظه ومع طلقتها مزيان شوفوا كي تجي. هادي ما تجيش بحال هذيك اللي تنديروا رقيقه عند هادي وحده اخرى وثاني البيزات فيهم النواع معروفين هنا في الطاليان. صافي
صافي راني شعلت الفران، شتي كي جات زوينه البنات، طروفه فن فن فن، جربوها. والعجينه ديالها ساهله، راه شفتوها مرخيه بحال تجي بحال البغرير. انا ندير الشوكولاط هانتوما، وقلال تحتاني غادي نقلبها نديرها في البيض البنات، مع ما باقي الشوكولاط ما يقدنيش الكحل. صافي غادي نديرها بحال هكا مستمر بهذه. صافي بنات، هاد البيتزا ديالي كيجات زوينه بحال ديال هذوك الزنقه اللي تتبع، هادشي شتي البنات مفششه زوينه زوينه بزاف. وها نتوما معايا باش نحضر هذيك الحلوه. صافي وها نتوما معايا البنات، انا غندير ليها البيض الشكلاط البيض، وغادي ندير زوقه بسميتو بالكحل. شتي نقدر نزيد بوق على براك، شتي البنات زوينه صراحه البنات. هي كي جات بنادم ما يزعم وصافي، بصراحه حتى حاجه ما ساهله، كلشي ساهل. قلت لكم حتى حاجه ما ساهله، كلشي زعما ساهل، كلشي بغيتي دير شي حاجه في الدار ساهله كلشي. والله البنات والله الا ماشي شي حاجه ما غالياش، ما كامله حتى تخسري عليها حتى 600 درهم موج البنات. ها نتوما شوفوا مزيان صافي، غادي نقطعها وتشوفوا التقطيعه ديالها وتشوفوها في الطبسيل. بنتي دابا فرحانه من وجدتها ليها زعما، بصراحه انا اول مره نديرها بصراحه، كنت درتها في المغرب هنايا ما عمري ما درتها، اول مره وجات زوينه البنات رائعه. ها نتوما معايا البنات، ها هي كي جات بصراحه البنات جات زوينه، تنتمنى تعجبكم وصبحوا على خير. عرفتي راه وجدت ليا حتى هذيك دابا 12 ونص الوحده، قلت لك بنتي وحده. هذا نحط ان شاء الله الفيديو مع الصباح، تنتمنى يعجبكم وصبحوا على خير وجمعة مباركة سعيد، والله يصبحنا على خير وبسلامة عليكم البنات. جات زوينة البنات، هانتوما تشوفوها. يلا بسلامة عليكم وصبحوا على خير.